نظر فيه. ومثل ما قلنا قبل، تقدر تقدم شكوى تتصل بالجانب المالي للمعاش عن طريق خيار الدفعات المالية في صفحة تفاصيل الطلب. اضغط على أيقونة السهم الموجود واستعرض التفاصيل، وبعد ما تعرف السبب تقدر تقدم شكوى مالية وترفق بها المستندات المطلوبة والداعمة للشكوى. ولكن في ثلاث حالات ما تقدر فيها أنك تقدم طلب اعتراض أو شكوى، وهي وجود شكوى أو اعتراض سبق وقدمته في نفس الدورة المالية ولا يزال تحت النظر، أو أن سبب الشكوى أو الاعتراض الجديد سبق وقدمته في نفس الدورة المالية، وآخر حالة هي تجاوزك مدة الاعتراض أو الشكوى المسموحة من تاريخ الإعلان عن عدم الاستحقاق أو تسليم الدفعة المالية، وهي 30 يوم وما رفعت خلالها اعتراض أو شكوى. بعد ما تتم دراسة الاعتراض أو الشكوى الحالية راح تظهر النتيجة في ملفك على المنصة. نظام الضمان الاجتماعي المطور